علاقة بتربطك بمامتك أو باباكي. كل واحد فيهم بيأثر فيك سلبيا. لو كل واحد فينا شاف مشاكله، هتلاقي كل واحد فينا بيتصل بالتليفون يقولك ايه، انا عندي مشكله مع فلان، عندي مشكله مع علان. محدش قال انا عندي مشكله ان انا افهم، عندي مشكله ان انا افهم احتياجاتي، افهم مين اخليه في حياتي ومين ما اخلوش في حياتي. هرجع الاكسرسايز ده تاني، بس معايا التليفون. اقول الو الو الو. ايوه مين؟ ايه، اهلا بيك يا يارا. انت بتسمعيني من التليفون من فضلك؟ ممكن تسمعيني من التليفون؟ ايوه سامعك التليفون. لو في تليفزيون جنبك ولا حاجه وطيه. مفيش حاجه حواليا. طيب انت سامعني كويس دلوقتي؟ سامعني كويس؟ طب ثانيه واحده. طب يعني يا ريت ممكن واقفه كده توطي التليفون التلفزيون يا يارا بالريموت، عشان وقت البرنامج وعشان في متصلين كتير معانا على الانتظار. اتفضلي يا يارا، سامعينك. الو الو يارا، انت رحت فين؟ احنا على الهوا يارا. واضح ان في مشكله عند يارا في الاتصال. فارجع تاني واقول يعني يا جماعه، الدوائر اللي حوالينا دي هي اي حد من اللي بيسمعني دلوقتي يغمض عينيه. انا لما بصحى الصبح والاقي نفسي مودي مش كويس وبقول ان عندي مشاكل، مش بفكر في حد من الدوائر اللي الدكتور مدحت قال لي ارسمها. طيب بيشغلني قوي العلاقه اللي بتربطني بالشخصيه ديت. جميل. طيب الباقي بقى، ده بيأثر على ده، بيأثر على ده، بيأثر على ده. يعني بابا معاكنن عليا، عاكنن على اخويا الصغير. جوزي معاكنن عليا، عاكنن على اولادي. ولادي يطلعوا عدوانيين يكسروا لي الحاجات، فزوجي يرجع زعلان مني. وقصه كده هكملها بس بعد الاتصال ده. معايا تليفون. الو ايوه، مين معايا؟ دعاء. اهلا بيك يا دعاء. عندك كام سنه؟ 10 سنين. قول لنا يا دعاء، ايه اكتر حاجه بيخوفك؟ كل حاجه. كل حاجه بتخوفك؟ طب ده شايفاه شيء ايجابي ولا شيء سلبي؟ انت اللي تقولي. يعني انت حاسه ان بالخوف اللي جواكي ده من كل حاجه، حاسه انك عارفه تستمتعي، عارفه انك انت عارفه تاخدي اي قرار في حياتك؟ انا مش عارفه اخد قرار، انا اخد قرار لغيري لكن انا لا. تاخدي قرارات لغيرك، انك بتحس انك بره الموضوع، فبيبقى سهل جدا تاخدي قرار، مش انت اللي هتدفعي الثمن فيه. لكن ليا انا لا. طيب انت متجوزه يا دعاء؟ اكيد عندك قصة عايزة تشاركينا فيها. اكيد. احكي لي بقى. انا كنت بحب واحد. كنت. وما زلت الان. ما تقوليش كنت بقى. يعني خدنا فترة مفصلين عن بعض. رجعنا لبعض. كملي. انا مش عارفة يعني يكمل. يعني. طب احنا هنقول لك على بناء على ايه بقى دلوقتي يا دعاء؟ بتحبي واحد، مين الواحد ده؟ اكبر منك بقد ايه؟ كرهالي ايه؟ انا بحبه وهو بيحبني. طب خايفه ليه بقى؟ حاليا دلوقتي خايفه ليه؟ يعني المشاكل بيننا وبين بعض. المشاكل، ما احنا قلنا قبل كده ان المشاكل في حد ذاتها ده شيء مش عيب، مش شيء سلبي. المهم بتعامل ازاي مع المشاكل دي، بحلها ولا لا. فاهم قصدي؟ ممكن يكون الدنيا كلها مليانه مشاكل. ده زي اللي كنت بحكي عليه من شويه، الدوائر. سمعتيني وانا بقول طلعي ورقه وقلم وارسمي دايره لنفسك واكتبي عليها انا، ودوائر تانية حواليكي. كل دايره سميها اسم حد في حياتك بيسبب لك قلق، بيتعبك، بيضايقك. سمعتيني وانا بقول الكلام ده؟ هتلاقي حبيبك ده واحد من الدوائر ديت. العلاقة اللي بينك وبينه لو في مشاكل كتير فيه، بمعنى تختلفوا كتير، عناديين، عصبيين، ده معناها ان هو انت محتاجة تقعدي مع نفسك وتشوفي مين السبب في العصبية ديت. لكن البني ادم الخوف الاساسي منه، الخوف الاساسي من البني ادم لما يخاف يعمل ايه؟ يتوتر وما يعرفش يتصرف. عموما تعالوا
نسمع حاجة خفيفة كده نشوف محمد محضر لنا ايه ونرجع تاني نكمل ردود على اللي اتصلوا بينا. مخبي ايه مخبي ايه بكرة لينا دمع جرحة ولا فرحة والفراق الفراق مكتوب علينا يا حبيبي نفسي اقولك على البيت بس خايف يجي يوم وتلوم علي يا حبيبي نفسي اقولك على البيت بس خايف يجي يوم وتلوم علي ليه قابلتك ليه ليه ذنب قلبك ليه ليه قابلتك ليه ليه ذنب قلبي ليه حتى انت يا حبيبي خايف أقولك يا حبيبي. طيب رجعنا من الأغنية عشان نسمع مدام هبة معانا على الخط مكالمة ملحة. مدام هبة واضح ان مدام هبة هي اللي مستعجلة. عموما يا ريت تكلمينا تاني مدام هبة حالا بس نكمل الأغنية ونرجع نكمل كلام. كنت بخاف من الشوق وعذابه طول ليالي كنت بقول له يا قلبي يا قلبي الحب داري كنت بخاف من الشوق وعذابه طول ليالي كنت بقول له يا قلبي يا قلبي الحب داري واتقابلنا والليالي طمنتنا في حضنها وآيا خوفي يا حبيبي من الليالي وغدرها واتقابلنا والليالي طمنتنا في حضنها
خوفي يا حبيبي من الليالي وغدرها حبك قدري. رحاب اف ام لازم تسمعها على طول، تجديد وحاجات تنزعها تغيير.